كوكو، هنا جيت وجيتكم بوصفة جديدة وحيلة جديدة اللي غادي تنال الإعجاب ديالكم بزاف، لأنها عملية وسهلة وبدون أي تكاليف. هذه الحيلة هي طريقة استخراج أو طريقة تحضير نكهة البرتقال القوية والمركزة بأقل تكاليف أو بدون تكاليف نهائيا. فكل ما كتحتاجوه باش تحضروا هذه النكهة هذه هو قشور البرتقال. كتاخذوا البرتقال ملي تبغيو تاكلوه ولا تعصروه للعصير أو تستعملوه في أي وصفة، كتاخذوه كتغسلوه بطبيعة الحال، من بعد كتقشروه، يعني كتاخذوا القشرة ديالو، كنحتفظوا بالقشرة ديالو، سواء القشرة السطحية اللي هي هذه البرتقالية أو لا كناخذوا القشرة بما فيها بالأبيض اللي فيها والبرتقالي. الفرق كيكون غير في تركيز النكهة فقط. من بعد ما كنقشروا البرتقال ديالنا، كناخذوا هذوك القشور وكنوضعهم في واحد الاناء اللي يكون كبير ويكون واسع، يعني ما يكونش اول حاجه كيتسد وما يكونش مضيق، باش هكا ملي نجيو نشرو هاد القشور باش يكرمو لنا تحت الشمس ما يغملوش لنا ويخسر. وفي كل مره كتوفر عندكم قشور برتقال جديده، كتضيفوها على القديمه اللي كتكون مسبقا تحت اشعه الشمس. واخا كتكون القديمه يعني كرمات شويه ماشي مشكل، كتضيفوا عليها هذه وكتبقاو تجمعوا حتى كتحصلوا على واحد الكميه لا باس بها، عاد باش كتديوها للعطار. يعني تكون كميه على حسب الرغبه ديالكم، على حسب الكميه اللي محتاجينها، غير تكون شويه كثيره شويه باش هكا يقدر العطار يطحنها لكم. الا كانت قليله بزاف ما غاديش يقدر يطحنها لكم. من بعد ما كتكرم هذيك القشور جيدا، كنجمعها في واحد الصاشيه، وهنا غنخليكم باش تسمعوا الصوت اللي خاصه يكون، يعني تكون كرمات مزيان. ملي كتولي عندنا القشور بهذا الشكل هذا، كنجمعوها ونديوها يطحنها لنا العطار. ضروري ما طحنوهاش في الدار لان غادي تخسر لكم الطحانه ديالكم، ضروري يطحنها لكم العطار في الطحانه ديال القهوه. وحتى النتيجه كتكون زوينه لانكم كتحصلوا على واحد البودر اللي كيكون ناعم وما تحتاجوا لا تغربلوه لا حتى شي حاجه. بعد ذلك كنحتفظ بهذا البودر هذا او بهاد النكهه هذه في واحد القنينه زجاجيه. ما نعاودش لكم على الريحه اللي خرجت من البلاستيكه ملي حليتها، خرجت واحد الرائحه قويه، واحد النكهه اللي هي منعشه ورائعه جدا. احتفظوا بها في اي قنينه وخليوها خارج الثلاجه، ما كتخسرش نهائيا، واخا تبقى عندكم مده طويله ما غتفسد ما يوقع لها والو. وبهذه الطريقه هذه كتكون عندنا نكهه البرتقال جاهزه للاستعمال وسهله في التحضير ديالها، ما كتاخذ لا وقت لا مجهود لا مصاريف، يعني سهله باش توجدوها وحتى حاجه نقيه ديال الدار. عارفين راسكم شنو كتاكلوا، ماشي بحال شي حاجه مصنعه ما عرفتوهاش واش طبيعيه واش نقيه ولا لا. فهاد الكميه هادي راه تبارك الله غديكم مده طويله بزاف. بالنسبه لطرق الاستعمال ديالها، تقدروا تستعملوها في العصائر، تقدروا تستعملوها في لي كيك، الكريب، البانكيك، اي حاجه كيدار فيها البرتقال تقدروا تستعملوا فيها هاد النكهه هادي. بالنسبه لي انا احيانا كنديرها في العصير ملي كيكون عندي البرتقال قليل او لما كيكونش عندي كاع، فكنكتفي بهاد النكهه مع الماء وداك الديسير اللي غادي نطحن، فكيكون بحال طحنتو بالليمون. يمكن ليكم تعتمدوا نفس الطريقه باش تحضروا نكهه الحامض من القشور ديال الحامض، حتى هي كتجي منعشه وممتازه. ويمكن ليكم كذلك تستعملوا هذه النكهه هذه كملون غذائي طبيعي. وهنا غنخليكم مع بعض العصائر اللي صايبتهم بهذه النكهه هذه. فهنا عندي العصير ديال السويله مع الكيوي، كنضيف ليه شويه من هذه النكهه هذه باش كتكون قويه. هنا ايضا استعملتها في العصير ديال المونغ مع الباباي، حتى هي كتجي زوينه بزاف. وكيف ما سبق لي وذكرت، تقدروا تستعملوها في لي كيك، لي كريب، وبزاف ديال الوصفات اخرى اللي كيكون فيها البرتقال. ما بقى لي الا نودعكم اعزائي، شكرا على المتابعه والى اللقاء.